حلب يا نبع من الألم امشي ببلادي. إنه شاب سوري دخل إلى برنامج أرب آيدل للغناء علّه يوصل صوته ورسالته إلى العالم أجمع. عبد الكريم حمدان ابن مدينة حلب يبلغ من العمر 25 عاماً. عبر الأسبوع الماضي عن الوجع والألم الذي يعيشه السوريون من خلال موال من تأليفه. وقوفه على خشبة المسرح لم يتعد الدقائق، ولكنها كانت كافية لتشعل أحاسيس الجمهور واللجنة. على موقع يوتيوب وصل عدد المشاهدات للفيديو خلال 3 أيام إلى نحو 1,300,000 مشاهدة. فكرته كانت انه نحن خلينا نبعد عن كل شيء حزن، خلينا ننسى الالم، نحن اخوه، نحن نتذكر الشغلات الحلوه، نتذكر انه في شغلات ساميه بمجتمعاتنا، لازم هي اللي تربطنا ببعضنا اكثر من اي شيء ثاني. اداء الشاب الحلبي احدث بدوره نقاشا سياسيا وتهديدات ضده. أنا عم بحكي على وجع، عم بحكي على سوريا، عم بحكي على سوريا الماضي، سوريا اللي كانت قبلي أنا وجدادي، سوريا اللي حتبقى بعد ما أنا موت أنا وولادي. أنا عم بحكي عن بلد، أنا عم غني لبلد. عضو لجنة التحكيم الفنان اللبناني راغب علامة، والذي وصف عبد الكريم بسفير سوريا الذي استطاع تمثيل بلده بنجاح، اعتبر أنه باستطاعة الفن إيصال رسائل قوية في البلدان التي تتمتع بديمقراطية. وحقيقة هذه كانت فرصة قدامه لحتى يخلي العالم ينظروا إلى هالمأساة اللي بيعانيها الشعب السوري من هالحرب، الحرب القذرة التي تجري بسوريا، حرب قذرة أنا بلاقيها، لأنه مستوى الإجرام اللي فيها مش عادي. حلب يا نبع الألم موال وصل صداه إلى الملايين، وأكد أن للفن رسالة ودورا ولو ببسيط في خضم الأزمات الكبيرة. أنا ببكي ومن قلب محروق عبلادي عولاد اللي صار.